المرأة العربية هالأيام فيها مثابرة واجتهاد مو طبيعي. النهارده بنشوف جلسة مع اتنين رواد أعمال، بما إننا سيدتي شفت الجلسة معهم إزاي والحوار معهم إزاي. أنا كارن وفوزة عارفهم من قبل وأحترم جهودهم، عشان أنا في مجال تقريبا قريب من الإعلام والسوشيال ميديا، فيوم أشوف أنهم أمهات ورائدات أعمال وصناع محتوى، مثل ما أنت قلت المرأة العربية هالأيام فيها مثابرة واجتهاد مو طبيعي وقوة يعني صعب تتحداها، فيوم أشوفهم يسوون كل الأشياء، يوم يلس معهم بالعكس لو أقدر في 20 دقيقة نطلع منهم كم ثمرة نصايح للجمهور إنه يستفيدون، أحس ليش لا، وهم عندهم التجربة، مش بنات يعني ما سووا شيء لا نجحوا. نقطة القوة اللي بتشوفها في المرأة، أنت كأنس بتشوف دي نقطة قوة المرأة العربية عموما؟ الطاقة اللي عندهم، عشان المرأة العربية تعرف مدى تأثيرها اليوم في العالم وعندها طاقة أن تثبت هالشيء، وما أظن نقدر نحصل هالموهبة أن الواحد يقدر يوازن بين مثل ما قلنا وايد أشياء في نفس الوقت، انك تربي اسره وتكون انت الصمغ وتجيبهم اللمه مع بعض، وفي نفس الوقت تكونين بنت وتكونين ام وتكونين اخت وتكونين بزنس وومن، مش سهل ابدا، فتقدير، بس انا اشوف المراه العربيه تستحق التقدير.